الدكتورة سعاد عبد الرحيم، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. أهلا بك يا دكتورة سعاد. أهلا يا فندم، أهلا وسهلا. يعني أنا أثمن هذه الخطوة اللي كشفت عوار موجود في المجتمع، كيف نواجهها بشكل جذري؟ هو حضرتك وحضرتك بتتكلم دلوقتي، بدأت الكلمة إن إحنا مش محتاجين مواعظ. دي حقيقة مهمة جدا، إن أي نصح مباشر لا يؤدي إلى نتيجة. إحنا في التوعية المجتمعية لازم تكون التوعية غير مباشرة بس بالموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه. صحيح. إذا كان هناك تشريع يكون ملزم، التشريع لازم يتاخد فيه الرأي من الأول ويتاخد فيه رأي الناس علشان خاطر نقدر نطبقه على أرض الواقع. صحيح. حقيقة الندوة النهاردة كانت أكتر من رائعة، لأنها يعني تضمنت جوانب متعددة وجوانب مفيدة جدا. يعني إذا كان هناك التشريع لازم يكون ملزم، فلازم نبحث ما هو التشريع الملزم الذي يتوافق عليه مجتمعيا. صحيح. دي ناحية. الناحية الثانية إن إحنا لازم نشوف موضوع الشقة المفروشة. إحنا مش بنناقش شقة مفروشة بس مؤجرة، إحنا بنناقش شقة مفروشة مؤجرة وشقة مؤجرة غير مفروشة، وعمارات كلها تمليك وفيها شقق مؤجرة من الباطن. كل ديت إزاي نحط إيدينا عليها بصيغة قانونية وبصيغة يتوافق عليها الجميع في المجتمع وترضي كافة الأطراف. يعني أنا لما بحط تشريع براعي في الناس زي ما بقول لحضرتك، لكن إن أنا أراعي الناس إزاي ده مهم جدا. اللي هي بتدور حواليها برضو نقطة الندوة النهاردة، إن العلاقة بين الشرطة والشعب، العلاقة بين الشرطة والشعب لازم تاخد الصورة اللي احنا عليها دلوقتي، الصورة التبادلية التعاونية التوافقية، ان رجل الشارع او الرجل في اي مكان له متطلبات بتقتضي تشريع يثق في الامن زي ما هو بيثق فيه دلوقتي، ويثق في رجل الشرطة ويحقق له كل متطلباته. والحقيقة الندوة برضو تناولت النقطة دي، ان فكرة ان انا ادرب ضباط الشرطة او الولاد الصغيرين وهم بياخدوا الدورات بتاعتهم انه ازاي يتعامل مع الجمهور بحيث ان الجمهور يثق فيه، ولما اقول له ساعتها تعالى علشان خاطر لازم تسجل شقة او تجيب لي بطاقة حد ساكن عندك او حد هيأجر منك سكن، ساعتها الدنيا هتبقى سهلة جدا. لان انا عارف ومتأكد زي ما انا عارف ومتأكد دلوقتي ان رجل الشرطة مهمته الأساسية هي حمايتي وهي أمني. وزي ما أثير برضو في الندوة إن الأمن الوطني أو الأمن القومي أو الأمن المجتمعي لا يتحقق إلا من خلال الأمن الشخصي. صحيح. أنا كشخص حسيت بمسؤوليتي ناحية نفسي وبمسؤوليتي ناحية أسرتي وبمسؤوليتي ناحية سكني ومجتمعي إن أنا بأمن نفسي وحاسس بالحماية وبالأمان من رجل الشرطة اللي بيحميني، فبالتالي أنا هنصاع لكل اللي بيقوله رجل الشرطة لو طلب مني أي حاجة في مصلحتي وفي مصلحة أسرتي وفي مصلحة الجيرة المحيطة، أنا عارف إن دوت مردوده على مصلحة الوطن. فالفكرة التفاعلية بين رجل الشرطة وبين المواطن العادي، وبأكد دايما على ان المواطن العادي والمواطن البسيط اللي لازم يحس بأهمية دور الشرطة في حياته العادية، ده مهم جدا. دكتورة سعاد عبد الرحيم، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنا بشكر حضرتك جدا على هذه المعلومات وهذا التوضيح، لأنه القضية ليست قضية هينة، وإنما هو ده الثغرة اللي بيلجأ منها وبينفذ منها هؤلاء.